السلام عليكم ورحمة الله، معكم نظمي باسم من قناة نظمي سافين. اليوم راح نطرح موضوع كيف تخلي مايكروسوفت أوفيس باوربوينت يتكلم أو يحكي النص المكتوب فيه لما يكون عندك مقال طويل وعينك بتجعك لما تيجي بدك تقرأه. أول خطوة بنسويها أن بنروح على الباوربوينت نفسه، نختار الملف اللي بدك اياه او الفايل اللي بدك اياه، تختاره تختار الصفحة اللي انت بدك اياها. هلا اول اشي بدك تروح تسويه، تروح على فايل، بعدين تروح على Options، من Options تروح على Quick Access Toolbar. Quick Access Toolbar هو هذا Quick Access Toolbar عشان تقدر توصله بسرعة. Quick Access، تروح على Choose Commands From، تختار All Commands All، تكتب جوا لنضلك بس اس لغاية لما توصل لكلمة speak، هيها speak، تكبس عليها مرة وتكبس عليها add، هيا تكبس عليها مرة وثان مرة قالك speak on زي ما انتو شايفين، هيها تكبس اوكي، ما تنسى تكبس اوكي، هذا اهم اشي. ماشي، بعد هاي الشغلة بتحدد المكان اللي انت بدك تقرأه، بعدين تكبس على Speak Selected Text أو هاي. When we think about computers, we think about surfing the web, writing papers, emailing, chatting online, and any number of other valuable applications. We give little thought to the processes and programs when we think about. طبعا للأسف هذا ما بيشتغل على اللغة العربية، عشان اللغة العربية مش منزلة على المايكروسوفت اوفيس باوربوينت، بس اذا كنت انت بتحكي باللغه العربيه منزل الباوربوينت باللغه العربيه ممكن يزبط معك باللغه العربيه، بس انا عندي باللغه الانجليزيه هون، عشان هيك انا ما بعرف اذا هو حيكون موجود عندك ولا لا. بس اذا انت عندك انجليزي المايكروسوفت باوربوينت حيكون شغال بدون اي مشاكل. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.